هذا مستشفى الرمد بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية الذي يخدم جنوب المحافظة، حيث مناطق قليوب وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وبعض المناطق من شبين القناطر، ويقدم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى غير القادرين. هنا الصراحة كويسين وذوق، وجيت هنا عشان عيني كانت ضعيفة وجاية أكشف. الصراحة كشفت وقال لي خشي حاجة تشوفي اعملي نظارة، والصراحة معاملية معاملة حلوة وكل حاجة، وجبت العلاج من هنا وكل حاجة. بسم الله ما شاء الله، خدمة الله أكبر، يعني دكاترة موجودة محترمة، رعاية متكاملة، خدمات طبية على مستوى عالي، الله أكبر، يعني حاجة ما فيش بعد كده، يعني بسم الله ما شاء الله. يعني أصبح المستشفى واحداً من أهم المستشفيات النوعية المتخصصة في علاج العيون، بعدما تم رفع كفاءته وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات. كما تم رفع القدرة الاستيعابية للمستشفى لاستقبال الحالات وإجراء العمليات المختلفة في أمراض العيون. الخدمات اللي بقدمها المستشفى كشف المجاني على كل المرضى، عندنا أكثر من عيادة عامة للعيون، في عندنا عيادة تخصصية للمية الزرقاء وعيادة تخصصية للمية البيضاء. بالنسبة للعمليات بنقدر نعمل عمليات الجزء الأمامي من العين وعمليات المية البيضاء وعمليات المية الزرقاء، لكن عمليات الجزء الخلفي من العين لسه إمكانياتها ما توفرتش في المستشفى، اللي هي عمليات الشبكية والجسم الزجاجي، لكن بنقدر نعمل عملية الزفرة، عمليات الكيس الدهني، عمليات المية البيضاء والمية الزرقاء. أهم الأجهزة اللي جات لنا في خلال الفترة اللي فاتت دي هي الجهاز اللي ورانا ده الموجود دلوقتي، ده جهاز شفط وتفتيت المية البيضاء بالموجات فوق الصوتية، جهاز حديث جدا بيلغي الجراحة وأثارها ومشاكلها اللي كنا شغالين بيها قبل كده، الجراحة العادية في استئصال المية البيضاء. ده الجهاز ده بيخلينا بدون خياطة وبدون غرز، وبيقلل نسبة المضاعفات بنسبة كبيرة جدا، وبيقلل فترة النقاهة بالنسبة للعيان. العيان بيقدر يشوف بعد العملية في خلال عدة أيام، يعني ما كانش ساعات. يعني جالنا جهاز تاني، وده جهاز مهم قوي، جهاز سونار موجات فوق صوتية ثلاثي الوظيفة، جهاز بيشتغل سونار موجات فوق صوتية على العين لفحص العين من الداخل، وده بيستخدم بري أوبرتيف أو قبل العمليات، وبيستخدم في الإصابات للعين. المستشفى يدعم التعليم الطبي المستمر للكوادر من أطباء وممرضين وإداريين، ويلتزم بتطبيق نظام الجودة، كما يلتزم بإيجاد بيئة تتميز بالسلامة والأمان وتقليل المخاطر لجميع العاملين والمرضى والموظفين والزوار.